بعد انقضاء الفترة الصباحية من امتحان شهادة البكالوريا، تتجه هؤلاء المترشحات إلى هذا الفضاء، فضاء فتح أبوابه أمام الطالبات للاستراحة وأخذ وجبة غداء مجانية وغيرها من الخدمات التي توفر الراحة النفسية للمترشحات في مبادرة غير معهودة خففت عليهن مشقة التنقل وطول الانتظار بين الفترة الصباحية والمسائية للامتحانات. فكرة تاع النادي يعني يستقبل المترشحات تاع البكالوريا في امتحان البكالوريا، ويحرص على تقديم لهم فاتور خفيف ومكان استراحة، مكان مذاكرة، مكان الصالات، وخاصة أن المراكز تاع الامتحان في بوزريعة استضافوا المترشحات الأحرار، لأن معظمهم راهم بعاد على ديورهم، وقمنا احنا باستقبالهم ومساعدتهم في اجتياز هذه المرحلة المهمة في حياتهم. بعد أخذ وجبة الغداء وقسط من الراحة، تقوم كل من صبرينا ووسيلة وغيرهن من الطالبات بالمراجعة الجماعية في جو استحسنه الجميع. نشكر جمعية علماء المسلمين على هذه المبادرة الطيبة اللي بفضلها يعني الناس اللي بعاد اللي ما يقشون يقعدوا وكذا، يعني واتهم شغل يعني دينو تخاصة واتهم. الحمد لله اليوم لقيت وين نقعد، البارح ما لقيت وين نقعد، قعدنا دورو شميسة، اليوم لقينا وقعدوا جينا صلينا فطرنا. وتاني عبسة تساعدنا احنا البنات وين زعما هكذا بلاصه نريحوا، كاين وصلات كاين كيما تحبيت ترقدي نورمال تحبيت ريفيزي تحبيت تاكلي ماكله تاعي كاين صافي، هذه حسابها بزاف مليحه. اختلفت اعمارهن الا ان الاراده في النجاح جمعتهن، والشعارات التحفيزيه في هذا الفضاء زادت من معنوياتهن، فبالتوفيق لهن.